يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الجولة 3 من تصويرنا جوه نادي الزمالك، انتخابات نادي الزمالك لجمهورية اونلاين. عايز اقول لكم ان المستشار الرئيس اللجنة العليا للانتخابات اعلن من نص ساعة اكتمال النصاب القانوني، يعني قبل ما تخلص الانتخابات او الميعاد غلق الباب باربع ساعات. ده يدل على ان الانتخابات نشهد اقبال غير عادي، فطبعا الاقبال غير العادي له اسباب، وفي طبعا حرص اعضاء النادي على الحضور وحرص الناس على مسانده مرشحيها. في نفس الوقت في جزء جاي خوفا من الغرامه. الاستاذ مرتضى منصور مسك الميكروفون زي ما حضراتكم متابعين كده، هو اللي مسك الميكروفون من الصبح، بيقول انه اللي مش هيحضر الانتخابات النهارده هيتفرض عليه غرامه 1000 جنيه، وهو رقم كبير طبعا، فبالتالي الناس بتيجي بكثافه. مرتضى منصور وجه اللوم لوزاره الشباب والرياضه انه كان يجب اقامه الانتخابات على 3 مرات، على 3 ايام اقصد، ولكن كان في اصرار على طبقا للائحه، اللائحه بتقول يوم واحد، فبالتالي النهارده هتخلص الانتخابات. الفجر هنعرف مين الفائز. اعتقد الانتخابات المرة دي عنيفة، وحتى هذه اللحظة مفيش حد حسم موقفه، لكن في مؤشرات ان الرياضيين هشام يكن، جمال عبد الحميد، الحسيني الأمير بالمقدمة.